السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج عبد الرحمن محمد جوهر أبو ممدوح، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني التي تتمحور حول فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية وزلزال النكبة الأليم ورحلة اللجوء والشتات. عمي أبو ممدوح، حضرتك في عام 1936 كان عمرك حوالي 8 سنوات. قديش؟ 9 سنين تقريبا. لا أكثر. بهالحدود. يعني. أكيد إنك يعني كنت شاهد على ثورة 36. نعم. هل عمي ممكن إنك تحدثنا عن الثوار في عرب الخنزير وعرب والعربان اللي حواليكم؟ شو كانت مشاركتهم؟ مين اللي شارك؟ والله يا سيدي هذه ثورة جامعة. نعم جامعة. نعم القوات اللي كانوا فوزي جرار الحسيني عبد العزيز الدرويش كان قائد الثورة، أبو درة، إحسين العلي الله يرحمه المسلمين، وبدت ساوت الثورة بريطانيا، واللي جمعت الثورة بريطانيا طبعا. كيف سوتها عم بريطانيا الثورة؟ سوتها بشان اليهود، قال بشان اليهود. اليهود هنا صارت الثورة، قامت إسرائيل جضت إسرائيل بنت البريطانية، بنتها بنتها يطيب لها يعني ما بيطيب لها. طيب عمي طول روحك أنا أكمل. بريطانيا بنت إسرائيل بنت البريطانية، ليش هي قمعت الثورة؟ لما صاروا يعتدوا مع الثوار عليهم كثير جضت إسرائيل، قالوا ما نقمع الثورة بريطانيا، ما نقمع خلص ما بدنا إياه. هذا شو اسمه أبو درة انهزم مع سوريا، انهزم مع سوريا أبو درة، صارت الناس هذاك يوز الثورة، فرعطوها اندبح حسين علي راح، صاروا في واحد اسمه عبد الرضوان نهالبلاونة كان ثائر، تهرب لبريطانيا، كان مهرب البريطانية، دور عليه بريطانيا من الضبوط، راح أخوه دهود كفله أخوه رمضان. يا سيدي هذه الثورة يعني تفرعطت من مرة، وكل ركب راسه اللي لا تأخذني فر وسلم حاله، واللي ظل عفلته لمن أجت الهجرة، هجرتنا إحنا 48، إحنا ما هجرنا من بلادنا خوف من إسرائيل، لا لفت الشتوية أجت، ما لفت الشتوية اللي عنده شوية قمح بذرهن، وجست البلاد كلها ما في منازل، واحد غير عنده شريط غنم، طلعنا فوق على الجبال مشان الربيع. طيب عمي خلينا شوي بس بالثورة، بدي تركز معاي في 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 أسماء الناس اللي شاركوا في الثورة من عرب الصقر، من عرب الخنزير، من عرب الصفا، من هالعربان هذه. قلت لي مثلا أول شيء كان حسين العلي،
وبعدين اجى عبد العزيز درويش لما استشهد حسين العلي. اجى عبد العزيز درويش. لا من اول عبد العزيز؟ نعم من اول عبد العزيز. مين كان قائد بالاول، حسين العلي ولا عبد العزيز؟ لا حسين العلي. عظيم. لما استشهد حسين العلي صار القائد مين؟ عبد العزيز. عبد العزيز من اول كان من زلم حسين العلي. لما راح حسين كان هو يعني مثل مسؤول يعني تحت ايد حسين. نعم. لما راح حسين صار هو قائد الثورة. الثورة. ممتاز. مين برضو معهم ناس كانوا بارزين في القتال من عرب الصقر يا عمي ابو مندوب؟ اي ناس كثير. مثل مين يا حجي؟ والله يا اخي كل اسمه كل ثور ليه؟ ما هو نحاول نتذكر الاسماء كله مصبوط. مثل مين يا حجي؟ مثل هذا عبد كانت الثورة خي لامة بلوي الجذور بلوي أول مكان جدك بالثورة. جد مين؟ حسن؟ جدك عبد الله. جد عبد الله كيف؟ وحسن عمك الثاني أخو عبد الله حسن أشبع كان يركش فيها بالثورة ومرة تخربه لما يشتغل تضحك علينا مع ولدي هذا هو بالثورة. طيب وغيرهم يا حاج؟ بعدين يا عمي واحد يقولوا له أبو رجاء هذا كان بالثورة. من وين هذا أبو رجاء؟ هذا أبو رجاء صجري. أبو رجاء صجري أبوه يقولوا له كشاع. هاي ولده هاي أبو سيده نازل اسمه محمد كشاع. شو اسمه؟ محمد. محمد الرجال. نعم. هذا انذبح ذبح هذا انذبح. وبعدين يا سيدي كمان أحمد الفضيل كان بالثورة. أحمد ولا حمد؟ حمد. أخو أحمد الفضيل أغرير. كان بالثورة. محمد كان بالثورة. محمد الفضيل. محمد الفضيل. تركي كان بالثورة. كانوا هذول بالثورة. وأحمد. أحمد انذبح. الله يرحمه. بالثورة. في واحد عندنا اسمه محمد الحارون. محمد ايش؟ محمد الحارون. الحارون هذا نظف غربية هو لفه. نعم. مستجري. وسلحه أخوي وقال له لحق الثورة. لحق الثورة. وش بدي أسمي لك تسمي لك يعني؟ هذول الصغور اللي فطلان عليهم انا هسه. طيب عمي واحد من هزبدات ما ادري هو طيب ولا لا للراعي ودشر الرعيه وراح سارقه. مين هو؟ يقولوا له حريبي. حريبي؟ حريبي هذا هزبدات. من أي عيلة هذا حريبي؟ من قرابة الحسين علي. نعم. طيب العائلات الثانية من الصقور القروط مثلا؟ القروط كان عوض السعود حسين السعود هذول كلهم ملتحقين بالثورة. قروط. نعم. وغزالي. غزالي من وين؟ حسين قروط. نعم. ولد تركي. طيب المروج في حدا منهم؟ أمروج والله ما نخابر وما نخابر من أمروج. كان محمود الشايد يجوز. محمود الشايد سمع أنها عملي. الله يعلم.
ومرجال الشساب كنا يا عمي كنا صغور لكن مخلطة. طيب عمي عبد الله الراشد كنت أتذكره وتعرفه؟ عبد الله الراشد هو مرشد هذا من مرشد هذول صغور أيوة زويدات نعم هذول قراب العلب وخنانة طيب اكتب عليها بس طيب عمي ايوه في حدا باع ارض لليهود سور انا صاحي هم لغير اليهود باعوا على علمي اللي باعوا اللي هم الالمان الألمان بيعت زراعة عريضة معوز أصيب فيها كبني ولا مدري اسمه هذه كلها ألمان اللي باعهم ومزقور ما باعوا لليهود لا 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 طب في حدا باع على غير اليهود عم مزقور من هو لغير اليهود باعوا المصاري منين المصاري؟ أنا قصدي في أحد المصقور باع للعرب؟ لا لأنك جبت سيرة متعب قبل شوي ما في مصاري متعب لمين باع لعاد؟ يعني يعطي رجع عرب؟ ها؟ يعني يقول يعطي رجع عرب؟ يقول الباجين الشيوخ كلهم باعوا تركي باع بس احنا مش قادرين نسوي له طيب اوكي خلاص زي ما بدك عمي طيب عمي الثوار وين كانت يعني شو كان يهاجموا شو كانوا هاجموا الكبانيات هاجموا الكبانيات وين يهاجموا البترول ظل يجي يا سيدي من العراق يقطع فلسطين من 1959 ظل مسند على هيفا مين اللي كان حارس عليه المواسير حسين أمديرس انا جيت عليه انا وعوض قمار الله يرحمه مليان بريجع نحبيش صباح ما بليك ورقم هذا والله بيستجري بينا عليه انه ابوك يا احمد فشك عليها اعدام فاضيه يمكن يجي البيت اعدام حضروا دم علقه انجليزيه على الواصل واتخذ بجنبها على الواصل وانه حارس على المواسير حسين مديرس هذا قبل هجر بسنين احنا جايبين بعرين انا معي جملين وهذا قمر مع جمل وهذاك مع جمل نعم وجايبين عحيفة الله يا سيدي بات هذيك الليلة عنده حسين مديرس عنده ديامة والله مو جاي يمكن أنا أكبر محمد بسنتين أنا أكبر محمد مديرس بسنتين في وليد الكبير هذا أحمد وليد من المدرسة ظلم الثوار يروح لا خط
المثير اللي حرص علينا خط الانبوب للبترول عشرين درس تي 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 تنوين رصاص تصدق المسورة بتدخل من البلا سير تنكر يجير من النار فيها النقطة السيب احنا حان قضب سان ابا ياه الدخل شو يخوف السود تقول عطب طلعت لك من الواحد جليل الآن قال كل يسحق والله أخبار الليلة خاصقين عاش اسمه ضربين بطرون قطعينه قلت خل من البلع يوم النهار وصير هالنا الدخل سود تقول عطب أنا قال نسأل قال والله أخبار الليلة هاجمين أخط قطعينه طيب عمي كانوا يهاجموا الدوريات الإنجليزية مش كانوا يطلعوا دوريات على الخيل وكذا دوريات غير منزال من الثوار صار يطلعوا طيب الثوار كانوا يهاجموا مثلا معسكراتهم أو مراكزهم الثوار ما هاجموا بريطانيا هاجموا إسرائيل بال36 كانوا هاجموا بريطانيا يا حاج بواسط بريطانيا هي بريطانيا اللي سوت الثورة بس يعني تعيدوها لما يشوفوا ثوار خيل دوريات يودروا طب صار معارك هيك جانبكو بالقرب منكو في موضوع بين الثوار وبين الإنجليز لا لا طب وين استشهد حسين العلي استشهد أظن يني جنين الله يعلم يعني الجنين يعني اسمها الناصرة لا لا وين الناصرة بعيدة أما رياس تشهد للجنين يعني من حوالي جنين الله يعلم هو مدفون في فقوعة مدفون بفقوعة الله يجوز أنا والله مسلمين هذا بعد أسبوع نموت طيب كيف استشهد يا حجي عندك معلومات كيف استشهد لا والله كذب من أبو الحشاب طيب أخوك داود شارك إشي مع الثورة شارك بس هو ما مشى يسلح يمشي تعال هذا برودة مع الثورة برودة حسب داود قالوا مش إسلام يعني بدل ما يروحوا طيب عمي كانوا يجوا على العرب يفتشوا منهم الإنجليز اللي يجوا بعريك في إلك مختار لا يمكن واحد يقرب على البيت والمختار مو حاضر لا يحضر المختار أبدا ولا يمكن يفتش بيتك هيك ما عاتبهم لا إلا وز أنا أجي أوز عليك بس هذا عنده برودة هذا عنده شكات هذا عنده كذا هذا يحط الثورة والثوار يجمع عليه وكذا وزه بس طيب عمرهم طوقوا العرب؟ هذا الطوق بالتالي يا حبيبي أقواق أقواق فضيلة غرير ما عرف عياله كيف يا عمي؟ طوق طويل عريض وياما تهتموني له شويط اللي طوق الولد اللي يصيح يقول له يا ما نام أستهجيك تهتموني ينام نعم يهتمون له شويط البريطانيا مخلص نعم البريطانيا مخلص البريطانيا طيب حجي طوق من الناس تالي الثورة صار من دوره مع الثوار
طوق عام. الطوق عام يعني شو عام يا عم؟ يعني عام على كل البشر، على كل الصقر. نعم. جنزير كامل نهاره. نعم. وهذا تهتموني وخيره عتل الرضا من فوق كعبشين. هل يجي؟ وكان أحمد الجساب أخو مصطفى الجساب الله يرحمه تجسس شوية مع بريطانيا صار جسوس مغمغم بشوال وبسيارة هناك واجفة. مين هو يا حجي؟ أحمد الجساب أخو مصطفى، مصطفى الجساب إذا تسمع فيه. لا تجسس شوية مع بريطانيا. نعم. كان السيارة واقفة هناك، أنت من شايف حد في السيارة لكن هو شايفه، سروق سروق الزلم يخطون منها. هو اللي مشتبه فيه اللي عارفه ياشر واحد ياشر له هذاك أشوف غير مكرفش وحطوك هناك عجل. أحمد الفضيل محمد الفضيل وتركي والختيار جابوه إذا أحمد الفضيل قال اسأل اسم قال أحمد الفضيل غريب اسمك محمد فضيل غريب اسمك تركي فضيل غريب أنت اسمك يا اختيار؟ قال فضيل، فضيل أغرير. قال هذول أولادك؟ قال لا، ما هو أولادي. شوف شيء. قال أحمد فضيل مش ابنك؟ قال يبا، كيف استنجلني يعني؟ قال ها والله يا أبوي أنت ولدي شيء. عرف؟ خوف لو شويت الزلم مخلص مخلص البريطانية يعني بريطانيا ولا ما هو مثله أخلص جدا مشى معاهم على المضبوط أما المعزز المكرم هو هذا معاهم. طيب عمي لما كانوا يجوا طوقوا كانوا يجيبوا معهم قصصين أثر أو كلاب أثر؟ لا لا لا, لا. أبدا. هذا الطوق مثل ما طوقوا مع عرب طوقوها طوق كامل. كم مرة طوقوكوا عمي؟ كثير طالما في ثوار منهزمين والظل ماشي كأنك تسمع بلغم حييم. لا هذا لغم حييم بالقبانية. أي قبانية؟ قبل هجرة. قبل هجرة. نعم في يهودي اسمه حييم يحطوا له ثوار لهم وطير هو سيارة. في مرة لحم داعيد أشوى. أي نعم لحم داعيد. أيوة سمعت فيها سلفوك خاترية. نعم ظل عندها مسكينة مروحة والطوق هذا مع الكرعة ويمد عليها واحد يطلقها انجليزي اقتلع. سمعت فيه؟ نعم اقتلع. والله نهار اقتل ناس كثير وتهجرك عرب عرب حدث وحرق البيوت. حرق البيوت؟ صار حرق البيوت والله براش حرق نص البيوت. بعدين صرنا نهد البيت ونودله نبحث جورة يعني والله احنا ودرنا البيت بالبيار الألمان اللي كان فيها دهود الله يرحمه. ناس كثير ودر بيت بيوتهم هناك أيام كان محمد عمر الطيب تفيج البياطر الطيب
اسمها رضوان طيب، هذول كانوا عرب دهود ثانية غير الخنيزر، غير الخنيزر. نعم. اشتغلوا عند بالبيارات كلهم. ودوا لها بيوت هناك. لما الطوق العام هذا نهر لهم حييم. نعم. من شوف تالي النهر ثار لهم. يعني مثل ما تقول بعد صلاة العصر. ظل مارق وحاطين له بلجية هو جاي ظل. وتهج عرب. وصير فوق عام. ايوه احنا ما شفنا عربانها حمرا قلنا مروحة علينا واحنا بخنزير. الشوفي قالوا هيك ثار لهم كتر هاد حجيم وعرب صار مضخم بريطانيا طخوا على الناس من ما شافوا ناس يطخوا شيط النيش شي يصيب هجة عرب. احنا وصلت معانا نص الليل وعرب لا جدي وعرب بالليل نص الليل تروح على عند الناس قال داود مسلمان عرب نمر بيت نمر برضو هذا لكن نمر كان بيسان له دار وبيسان نمر العرسان؟ نعم قالوا يا ناس نمر هذا أخواني يا رسالة سمعنا نمر يعز عليهم كثير قال لسلمان داود يخيوه عدد عفسه بالليل الساعة 11 بالليل نروح نشوف نمر يا زلمة وصل عليه شيء أسفلت منه مغرب وروحه لما اللفم والنمر يوجه قدام البيت وعرب ولا واحد كلها هاجة عدا نمر الصافي وعياله بس السلطان اللي هالساعة وبنت له اسمها عطفة والمرأة ساعة ما حس الخيل قالوا هذا اللي يمشي يا صاحبي شو السبب؟ أعرب ما بها أعربك ما في ولا بس هان ما في بس بعرب كيف انت هان؟ قالوا شو بدي اسوي؟ وقال انا عارف عرب ما في حدا لكن وين بدي اروح وين بدي اجي تيامه ترى وهاي يعني قال يا ربي قال انا ريحون من عيال وانا ادبر حالي روح معنا قال لهم لا الشيء تسلسل اروح عبسان جاء والله ما عدينا وانده المردف وراء مرتف نمر البسيومية الصبحة مردفة وعليها وليد معها وليد عمره شهرين يرضى اسمه فيصل والله مردفة وحط وليد بحضنه وعطفة وهذاك وراء أخوي سمع السلطة ونجيب أولاد سلطان أنا أكبر منه أنا أكبر من سلطان طبعا قدامنا أذريات وين البيت المودر بيتنا قمنا خذينا أرواق أيام أم طيبة خذينا أرواق والساحة وهدوم على الجمال وطعنا محط صغير وعلى رياحنا نزلنا بنص رياحنا لما جينا هناك وسوى الختيارة البيت الرواق الرواق البيت وانه بيت قرب ما شاء الله عليه حطت لك هالساعة صار مقعد ومحرم هذه بس جميلة
غالي عليها نمر كثير. كل نهار صادة أبي سام يا حبيبي يا نمر يا حبيبي وين راح يا حبيبي صار شو صار عليه يا حنون يا حبيبي يا حنون يا نمر وقت يرى التاوش لا روحينه روحينه يا خي يا حنون يا حبيبي يا حنون كيف شو يصير عليه شو بيسوي ربي شو بيسوي. طيب عمي لما كانوا طوقوا العرب كانوا يسيئوا للناس كانوا يضربوا حدا كانوا يعني يشتموا الناس ولا كان بس يطوقوا ويفتشوا؟ والله يا فلان بالعدم يشتبه فيه بس يشتبه بواحد انه هذا يعني اشتبهت فيه لا يضربوه هنو والأهانة ميه أنا أهانة أهانة يتمنفهم هناك فوق على التل. طيب هذا أبو حمارة الله يرحمه المسلمين شوي منهم جايبينه مطلج هالشوار بيك قايله فعد تهتموني أول ما يجي عد تهتموني قال منين أنت؟ أبو حمارة عقليته لقن قال أنت من تعرفني؟ تهتموني قال شو بيك؟ بيك تهتموني يقول له من تعرف وجامعة عنا قال شي ما نعرفك ولا منين أنت؟ إيه قال من أنت تعرفني؟ قال لا ما نعرفك منو أنت؟ قال ول ما تخبري ما ضلينا سرحين بعجول أنا وياك قال ابطحوا 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 ودي تقلع شوارب وشعره شعره ما تخلم ولا شعره قال ما اعتبعته شعرته بل شو لك فيه بريطانيا نعم يمر عليهم امر بيك. طيب عمي كم مرة تقريبا طوقتوا انتم؟ كثير اكثر من مرة. إيه؟ حدا جرحوه او استشهد او لا اعتقلوه؟ اعتقال هذا وارد. مين مثل مين اعتقلوه يا حاج؟ هل يشتبه فيه انعقل ابدا. تتذكر اسماء معينة؟ عبد الباير نعم استعبوه اللهم صل على سيدنا محمد والله يا خي. أخوك داود اعتقلوه؟ اعتبروه مش عام بالثورة. على إيش اعتقلوه؟ اعتبروه كان أقرأ ومروح كان فررت ما عدناهم المغرب انهم فايتين عليهم. مين عقله ومروح؟ عقله من الغزوية. نعم عقله هادي عقله هادي من الغزوية وهذاك من المرايحة اللي هان ممكن تسمع بسلم الناجي أخوه. نعم هذول فرارات ما عدنا منهم فايتين. بريطانيا تركض وراهم لأنهم قشطر. نعم هذول المهربين يقشطون وين من أبوهم يقشطون وين ما يستخدم واحد ما يعرفوه إلا قشطون يعني زادت البلاطين يوزم علينا جيراننا ملفحان عقل مروح وتعللوا وبس بعد التعليل فلوا الصبح قلنا بيتنا مطوق بيتنا احنا خاص البياد غرب البيت والله عندنا افرود اثنين عندنا افرود اثنين واحد داود واحد سلمان بس قاموا من هاني رايح داود لفن بهالشوال ولسن بهالجش بياد لنا لسن بهالجش قال له هذا الدنيا ثم صبحنا مطوبين واللي كان الله يرحم مات المسلمين جزهم وجز عليه الرحمه
حمد مخلص البريطانيا كمان. حمد المجلي ما كان قصاص. البريطانيا. نعم. كان مخلص البريطانيا. وفيه كابتن معهم. شوار بشبرها. قال يا تهون ودنا نفتش البيت. طعونا هناك. وطعونا قاعد نفتشوا ما لقوا شيء. البيت. بعدين قاعد استنطق بدهون قبل يا تهون أقرب مروح. أجوا عليه؟ قال نعم. أجوا. قال ليش ما يمسك؟ انت عارف انهم مهربين بريطانيا، ليه ما يمسك؟ قال له امسك انت مش انا. انا هذا واحد محمل سلاح وكنابل، انا بدي امسك وطخني. يعني شو قضبت انا من الدنيا؟ وليش؟ بدي امسك وبدي طخني. لو معي سلاح بذبحه. اما واحد محمل سلاح لحد الكنابل معاه تقول لي امسك، روح امسك انت يا اخو مش انا. قال له صح، يعني طخوني وانا شو قابل الدنيا ولا شيء. قال صح. قال طيب وين راح بعدين؟ قال روح. انا ادري انه وين راح، واحد براسه. قال هان كان والله انه كان محط بيده. قال هان كان مروح يلعب على الربابة، وهان كان عقله ويطخ. ليش انت ما بيقول يمن؟ انت ما بمسك، ليش ما بتقول لنا؟ قال انا شو يعني اجي لك البيسان؟ شو انا لا طيارة ولا سيارة عندي، كيف بدي اجي لك؟ نعم. تعشى وتغدى ويفطر ويظل ماشي. انت اذا يشوفك تمد ايدك عجبتك وينتغش منك لازم هو يطخك. انا ما حد ان شاء الله ما بشتغل. قالوا بدك تحط بروده. بدك جيته مغرم بروده، تجيب لنا بروده. يا تطلع الدبابة؟ قال له يا ما لا أطلع الدبابة. طلع أشوف الدبابة وراح. أي برودة يعني، بس ولو قصبة يعني مهتري البرودة، ولو حديدات بس حديد خلص هذه برودة. اسمها البريطانية البرودة. وهي صار حقها قديش؟ تلمع لمع وجديدة حق 3 ليرات أو ليرتين. داود والله من الناس معه مصاري، لكن عماد بريطانيا ما بتشتري. حطوه بالسجن يسمع المرعى عرسان أنه أبو محمد بالسجن، يفهم حقيقة ويركب وعلى المركب بدون ما يشعر بشيء. داود ما له ساعة جايبينه على المركز. بعد شوية داود مطلوب عفو، جاء عفو من مين؟ من طلع جبوه طلعوه والهذا نمر يسلم مع بعض. قال لها يا محمد إذا ما تنحبس تنحبس عخلك برودة حق ليرتي. لا يا محمد يعني مش عز علي ابو سلطان والله ليرتين ولا 10، عز علي يعني شو يعني اشتري؟ ليش اشتري؟ شو انت سويت؟ قال لك كفلته واستعطوا من مره عفو. يلا روح ويا عدار غدا وحب تريح. قال له بدي اسالك يا ابو سلطان شو انت سويت؟ شبه كفار ولا شو؟ قال لي زي ما دفعت المطلوب
بالعرب شبطوا يوم 16 من هناك بارود، اشتريت بارود حق 3 ليرات وهذه تروحت علي. لا هي أبو سلطان قال هذا اللي صار قديده يا شو تقول ساوي يا ودي أدفع. قال يا إبراهيم هو خيو زي مثل مشوه نمر هذول عند فضيل لم تلحق المتعب هذا كله شلة فاضي بس نمر طلع بس الأشياء صحيح نمر. طيب عمي الثوار أيام حسين العلي وعبد العزيز درويش والآخرين كانوا يهاجموا أو يعني أوقعوا خسائر بالإنجليز، قتلوا إنجليز، قتلوا نسفوا محلات معينة غير البترول. لا نسف لا. طيب قتلوا ناس من الإنجليز أو قتلوا أو خلنا نقول خربوا إشي. والله إحنا على كنا نسمع سمعة من الناس. نعم. إنهم هاجمين تلاقينهم دورية. مهاجمين الدورية مطلعين طيارات على الثورة ومجنحين هذول. نعم طيارات كانوا مجنحان هذول اثنين يعني ومنزلين طيارة يا أخي مرة ومتشير معركة صايرة وهذول الطيارات خفاف مجنحين من الحربيات مثل الجون. لا برودة كان عندك صيب رصاصة تحتة. نعم طيب عمي اسمع والله أنا ما شفت. طيب عمي الثورة ليش توقفت عندك معلومات؟ ما قلنا عشان إسرائيل صار مهاجم إسرائيل بالليل. نعم عارف البنيات وبريطانيا سوتها بريطانيا جمعتها. طيب الثوار كانوا يستخدموا الخيل ولا يمشي على رجليهم؟ لا مشي 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 عبوة عادة يعني. طيب وسلاحهم من وين يا عمي؟ والله يا عمي هذا اللي ما أقدر أقول لك هي بريطانيا سلحتهم هي غير بريطانيا قبل الحسين يا عمي. نعم قبل كان حسين. طيب الحسين يجي عليكم على مضارب الصقر او مضارب ال يعرفها شو ايش يسوي يا عمي؟ يشق على الناس شو بيسوي؟ يشد عليهم؟ يشق على الناس يجي عندك يجي عندي اهلا وسهلا ان شاء الله ما عليكم ضيق ان شاء الله كذا ان شاء الله كذا. الحسينية نعم اكثر كان يجي على الحسيني هذا عند أخوي الله يرحمه. والله شفت كتاب له عندهم اللي هو فشق صور صورة كبيرة يعني. طيب عمي كنت تسمع بالكف الأسود؟ كيف يعني. شو الكف الأسود؟ الكف الأسود هذا اللي بيعني إسرائيل. أيوة مين كان زعيم الكف الأسود؟ مثل أزلام محمد أزلام الكف الأسود. طب مين كان يعني مسؤول عن الكف الأسود؟ تعرف اسمه اللي كان مسؤول عن الكف الأسود؟ لا والله ما أعرف. طيب أبو درة كنت تشوفه عمي؟ شفته. ها؟ شفته رفع علينا مرتين وشفته ثلاثة. كيف شكله عمي؟ شكله زلمة قصير. نعم. هالطولي لكن حربوه براوي. أبو درة. زلام مش يقول زلام جهم أو كذا الصير متعبر هيك لك النار. والله إجي شو يسوي عندكم عمي؟ ضيف. ضيف على داود؟ ضيف على داود هو هو داود. بعدين والله العظيم يعني شد أقول لك الصير لكن دام الحال برشك دمل وبراوي فهمان جايد أبو درة. من أي بلد هو عمي على حسب معلوماتك؟ والله ما هذا اللي ما أعرفه. فلسطيني يا زلمة كله فلسطيني. نعم
طيب عمي بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة قصيرة ونتابع حديثنا بصير.